السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى أصحابه أجمعين. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الفانكشن في البي اتش بي. هنتكلم يعني إيه فانكشن وليه أصلا تستخدمها، هنتكلم يعني إيه فانكشن أرجيومنت، هنتكلم يعني إيه ديفولت أرجيومنت فاليو، يعني إيه ريتيرنينج فاليو، ومثال صغير عشان يفهمنا الدنيا دي كلها. طيب هنمشي واحدة واحدة بالتفصيل مبين. يعني إيه أول حاجة كلمة فانكشن؟ كلمة فانكشن يعني مهمة معينة أو وظيفة معينة. طيب بسطها لي شوية. الفانكشن هي عبارة عن مجموعة من الأكواد، مجموعة مثلا هنقول مثلا 5 سطور من الأكواد كمثال صغير، والأكواد دي أنت مديها اسم معين، يعني مثلا 5 سطور مثلا بيعملوا أكشن معين، وأنت مدي ال5 سطور ده اسم ما اللي هي اسم الفانكشن يعني. طيب ليه أصلا تستخدمها؟ قال لي ببساطة ال5 سطور دول أنت بعد كده استنتجت إن أنت هتستخدمهم كتير أوي في الكود، فخلاص ليه ما امسكش ال5 سطور دول احطهم في حاجه معينه، وليكن مثلا عشان نشبهها صندوق معين، وادي الصندوق ده اسم حلو، وكل ما تيجي تستخدم الصندوق ده انده اسمه، بدل مثلا فال5 سطور دول انا هنده اسمهم ايه؟ هنده اسم ال5 سطور ده بسطر واحد بس، يعني مثلا جبت 5 سطور سميتهم مثلا بي اتش بي مثلا، فخلاص كل ما تيجي تستخدم اللي في الصندوق ده هنده اسم الصندوق اللي هو بي اتش بي. فكده انا قللت مساحه الكود، مش كل مره هكتب نفس ال5 سطور دول، لا انا هكتب سطر واحد بس اللي هو اسمهم، فلما انت تكتب اسمهم هم هينفذ اللي هو جوه الصندوق ده. تعال نشبهها بمثال افضل شويه. دلوقتي انا عندي مثلا شركه معينه، وعندي طبعا اللي هو اللي كيتشن اللي في الشركه ده عشان حد عايز يعمل شاي قهوه الحاجات دي، وعندي مثلا 100 موظف حلو، والكيتشن ده ملوش شخص معين، هو اللي عايز يعمل حاجه يقوم يعملها بنفسه. فمثلا موظف ما عايز يعمل شاي فقام عمل الشاي ورجع تاني، موظف تاني عايز يعمل شاي فقام عمل الشاي ورجع تاني، فكده مرهقه جدا اللي هو ايه؟ اللي هو 100 مره واحد كل واحد يعمل الشاي. طب ليه بقى؟ كده انت كتبت ال5 طول اللي احنا قلنا عليهم 100 مره، وده طبعا غلط. قال لي طب ليه ما تعملش حاجه واحده بس؟ ليه ما تعملش حاجه واحده وكل ما تكون عايزه تنده لها؟ فعشان كده جت نفس الفكره، فهم جابوا شخص واحد بس يكون مسؤول عن الكيتشن ده، واي واحد من الموظفين يا دوبك بس ينده اسم الشخص فيجيب له اللي هو عايزه. يبقى ال 100 موظفين قاعدين زي ما هو، ما قاموش وعملوا حاجه، لكن بس هم جابوا واحد بس يعمل الوظيفه دي، كل ما هم عايزين حاجه يندهوا اسم الشخص ده. نفس الكلام بالظبط هنا في الكود، كل ما انت تكون عايز ال5 سطور دول انده اسم الفانكشن دي. تمام جدا جدا، ببساطه فانكشن معناها وظيفه معينه بتقلل من مساحه الكود عشان ما تقعدش تكتب كتير الكود بتاعك، لا انت بتجمعهم في غلاف معين وتدي الغلاف ده اسم كل ما تكون عايزه تنده الاسم ده. طيب بعرفها ازاي بقى؟ بتكتب اول حاجه كلمه فانكشن واسم الفانكشن، اي اسم انت عايزه، اي اسم مثلا وليكن اسمه ذا، او مثلا اد نمبر مثلا، نجمع رقمين اد نمبر، وبتعمل اكواز دي البرانتسيز، وبعد كده بتعمل السكوب بتاعنا اللي هو ده. دي بدايه الفانكشن، دي نهايه الفانكشن، ما بعد الفانكشن هنا ملوش علاقه، اي ملوش علاقه بالفانكشن يعني، دي بدايتها ودي نهايتها، اي حاجه تانية لا خلاص مش تبع الفانكشن. طيب حلو، هنعمل هنا وليكن ايكو مثلا 2 زائد 3، او بلاش كده، هنعمل متغير اسمه اكس بتساوي 2 او 1، ومتغير y equal 2، واقول له echo الx زائد الy. طيب قال لي ملحوظه بسيطه، بما انك عامل فانكشن هنا عمرها ما هتشتغل يعني، والبي اتش بي ملف البي اتش ده شغال ماشي سطر لسطر، بيعدي على الفانكشن دي طبعا مش هيشغلها. ليه؟ لان انت ما ناديتش عليها، زي الشخص في المطبخ ده عمره ما هيجيب لك الشاي الا لما انت تنده عليه تقول له يا فلان اعمل لي كذا. هي نفس الكلام، عمر الفانكشن دي ما هتشتغل الا لما تنده عليها، تعمل كول فانكشن. طب بنده عليها ازاي؟ تنده على اسم الشخص ازاي؟ بنده اسمه. هي نفس الكلام، تنده على الفانكشن ازاي؟ انده اسمها. تكتب هنا اد نمبر بره السكوب او بره الاطار بتاع عمل الفانكشن اللي هو بره القوسين دول خالص. خلاص كده انا اديت الفانكشن، هسيف اهو واروح اعمل لود، جاب لي فعلا رقم 3 اللي هو 2 زائد 1. يبقى انت عشان تشغل اي فانكشن لازم تنده اسمها، طبيعي جدا. طيب حلو، كده عرفنا الفانكشن بتعمل ازاي وازاي بنشغل الفانكشن وليه اصلا نستخدمها. يعني ايه بقى فانكشن ارجيومنت؟ ببساطه شديده جدا، انت دلوقتي عايز كده انت عامل الفانكشن دي ثابته اللي هو بس تجمع 1 زائد 2. طب انا مش عايز كده، انا عايز لما اجي انده اسم الفانكشن ابعت لها الارقام اللي انا عايزها وهي تجمعها
زي مثلا لما انده اسم الشخص مش على طول يجيب لي شاي، لا انا عايزه مثلا لما انده له اقول له اعمل لي كذا فيعمل لي الحاجه المعينه، مثلا اعمل لي قهوه، اعمل لي نسكافيه كذا، لكن مش لما انده له يجيب لي شاي على طول. هنا نفس الكلام كده، لما انده اسم الفانكشن هتعمل هتجمع لي 1 + 2 على طول، لا انا عايز اقول لها وانا بنده عليها خد الرقمين دول اجمعهم. طب اعملها ازاي كده؟ قال لي حاجه اسمها الارجيومنت، انت بتبعت لها ارقام، بتبعت لها في الفانكشن هنا في الاكواز دي حاجات معينه، وباستخدام الحاجات المعينه دي ترجع لك نتيجه انت عايزها. يعني ايه برضو؟ يعني انا دلوقتي مش عايز الحاجه دي هنا كده، انا عايز بس اسيب السطر ده وعلى حسب الارقام اللي انا هبعتها للفانكشن تجمع لي الرقمين دول. طب ايه بقى الحاجه دي؟ قال لي الارجيومنت، بكتبها هنا كده. انت مثلا عايز تبعت الاكس وتبعت الواي متغيرين، اهو الارجيومنت عباره عن متغيرات عادي جدا بتبعتها للفانكشن، ولو عايز تبعت كذا ارجيومنت تفصل بينهم بفاصلة عاديه كده خالص. يبقى انت كده وانت عملت فانكشن بتبعت لها حاجه اسمها ارجيومنت، عوامل مساعده تستخدمها جوه الفانكشن دي. طيب انت بقى لما تيجي تنده الفانكشن ينفع تسيبها كده؟ لا طبعا، مش انت وانت عاملها بتبعت لها حاجتين او بتستخدم حاجتين خلاص، وانت بتنده لها بتعمل كول باك فانكشن، لازم تعمل كول فانكشن، يبقى انت لازم تعمل ايه؟ لازم تبعت لها الحاجتين دول اللي هو ايه؟ الارقام اللي انت عايزها 3 و5 مثلا. فالتلاتة هتروح عند الاكس والخمسة هتروح عند الواي ويخش جوه الفانكشن يجمع التلاتة زائد خمسة اهو. ريلود جمع لي فعلا 3 + 5 اللي هي 8. براحتك بقى 3 + 50، 3 + اي حاجه، هو هيجمع لك، هياخد لك الرقمين اللي هنا ويستخدمه جوه الفانكشن. كده انا خلاص عملت اللي انا عايزه، هنده اسم الشخص اللي يعمل لي كذا فيعمله لي، مش اثبت. تمام جدا، ده كده اسمها حاجه اسمها الفانكشن ارجيومنت. تمام جدا، ملحوظه لما تيجي تعمل اسم الفانكشن وتبعت لها حاجات ما بينها كويس اسمها ارجيومنت، لما تيجي تنده اسم الفانكشن مش بتعمل فانكشن معينه، بتنده لها بقى وتبعت لها حاجات معينه اللي هو عشان يشغل ارجيومنت اسمها هنا ارجيومنت. هنا طبعا بعتذر عشان في غلطه معينه قلتها، هنا بيتسموا بارامتر، هنا بيتسموا ارجيومنت، وانت بتعمل اسم الفانكشن الحاجات اللي بتكتبها هنا اسمها بارامتر. بارامتر برضه عامل مساعده عادي، الاثنين زي بعض، بارامتر هي الارجيومنت، بس الفكره بس الاسم ده امتى والاسم ده امتى، دي كمان ملحوظه يعني مش اكتر كمعلومه. وانت بتعمل فانكشن اسمهم بارامتر، وانت بتنادي الفانكشن اسمهم ارجيومنت. تمام جدا، يعني ايه ديفولت ارجيومنت فاليو او ديفولت بارامتر فاليو؟ مش هتفرق معناها ببساطه. دلوقتي انت مثلا جيت قلت له انا هبعت 3 بس، هل ده صح؟ لا، انت لما بتيجي تعمل الفانكشن نفسها بتبعت لها حاجتين او بتستخدم حاجتين، فلازم لما تيجي تنده لها تستخدم حاجتين. قال لي لا انا عايز استخدم حاجه واحده بس وتشتغل، فساعتها في حاجه اسمها ديفولت ارجيومنت فاليو. يعني ايه ديفولت ارجيومنت فاليو؟ يعني انت مثلا جيت الواي ده ما اديتلوش قيمه معينه وانت بتنده للفانكشن، خلاص ادي له قيمه هنا، قول له مثلا الواي ده لو انت ما بعتلوش للفانكشن هيكون بيساوي 1. الواي ده لو انت وانت بتنده اسم الفانكشن ما بعتش قيمه للواي، بعت قيمه لحاجه واحده بس، خلاص ادي الحاجه الثانيه دي قيمه وهي في وهي في الفانكشن نفسها وانت بتعملها. دي كده اسمها ديفولت ارجيومنت فاليو او ديفولت بارامتر فاليو. فهو لما تيجي تنده الاسم هيحط الثلاثه في الاكس، مش هيلاقي حاجه في الواي فهيستخدم الواحد الموجود ده اهو. ريلود جمع لي فعلا 4. طيب حلو، انا عايز اضيف كذا ديفولت ارجيومنت فاليو، فخلاص ضيف براحتك. او مثلا زد بيساوي 5 مثلا عادي خالص، وسيف واعمل ريلود مفيش اي مشكله، بما انه موجود هنا وما استخدمش عادي مفيش مشكله. لكن لما تيجي تنده ان لو هو مش مديله قيمه فلازم تديله قيمه هنا وانت بتنده اسم الفانكشن. طيب اعرف الديفولت ارجيومنت فاليو في الاخر ولا في الاول؟ يعني مثلا الواي دي انت ما تلاش قيمه، فاعرفها في الاول في الاخر؟ قال لي لما تيجي تعرف ديفولت ارجيومنت فاليو اعرف في الاخر، يعني اخر حاجه خالص قبل القوس القافله ده، ما تعرفليش في الاول. الا لو انت بقى هتعمل كده، انا هدي مثلا اسم الفانكشن والاكس دي هتساوي 2 والواي مش عايزين زد خلاص دلوقتي كده، يا دوبك انت بس تنده اسم الفانكشن مش بتبعت لها حاجه، فلازم يكون الفانكشن وانت بتعملها عامل اكيد ارجيومنت فاليو اللي هو ديفولت ارجيومنت فاليو، لانه هيعرف القيم ازاي. فساعتها اصلا بقى ممكن تقول لي ايه؟ ساعتها اصلا مش شرط او مش لازم ابعت حاجه بقى، طالما هعمل لهم ديفولت اكتبهم جوه خلاص بالظبط كده. لكن لو انت عايز تعمل اد نمبر مثلا، تنده اسم فانكشن تبعت بس ارجيومنت واحد، هو بياخد اثنين ارجيومنت مثلا او اثنين بارامتر، خلاص عرف ديفولت ارجيومنت فاليو زي ما احنا عارفين اللي هو بتدي قيمه معينه وانت بتعرف البارامتر في الفانكشن دي. تمام جدا جدا كده عرفنا الارجيومنت فاليو. طيب الريتيرنينج فاليو، بعمل ريتيرن يعني مثلا دلوقتي اهو سيبنا خلاص من البارامتر والارجيومنت دي
اقول له اكس مثلا بتساوي 1 2 مثلا، وواي بتساوي 6، واقول له ريتيرن، كلمة ريتيرن فاليو، يعني بستخدم حاجة اسمها كلمة رجع لي مثلا الاكس زائد الواي، رجع لي قيمة الاكس زائد الواي. فببساطة شديدة جدا لما الفانكشن دي تنده لها كده هترجع لك كام؟ هترجع لك 8. تكتبها فين؟ مكان اسم الفانكشن وانت بتناديها. انا عملت فانكشن اهو بترجع لي قيمة معينة. طيب الفانكشن دي هتشتغل؟ لا، عمرها ما هتشتغل الا لما تنده عليها. خلاص سندت عليها، فيجي ينفذ الفانكشن بيعمل ايه؟ بيرجع لي 2 زائد 6، فيشيل الفانكشن دي خالص ويكتب لي 8 هنا. طب انا عايز ارجع ال8 دي اشوفها على الشاشه، اعمل فيو على الشاشه، اعمل ايكو مثلا، اعمل برنت، اعمل اي حاجه. فخلاص لما انت تيجي تنده اسم فانكشن اكتب قبلها ايكو. ليه بكتب ايكو في الحاله دي او بكتب برنت؟ عشان ببساطه اللي هيظهر لي هنا بيرجع النتيجه، بيشيل اسم الفانكشن كده ويرجع 8، فانا عايز اظهرها على الشاشه. يعني انت مثلا سبتها كده عمر ما حاجه هتظهر، عمر ما حاجه هتحصل اهو. طب انا عايز اشوف النتيجه بقى، خلاص قول له ايكو او برنت، ايكو اهو اد نمبر، فيظهر لك ال8. يعني اكني كتبت هنا ايكو 8 كده اهو، اكني كتبت كده بالظبط. فطبع لي طبعا نسيت عشان سيمي كولون اهو، طب عشان كده طبع لي ال8 اهو. فهو طالما استخدمت كلمه ريتيرن يبقى لازم وانت بتطلع نتيجه الفانكشن بتاعت الريتيرن لازم تعمل ايكو او برنت عشان تظهر على الشاشه، لان كلمه ريتيرن بترجع النتيجه بتاعت الفانكشن دي مكان اسم الفانكشن وانت بتنادرها، فعشان تظهر النتيجه دي لازم تعمل ايكو او برنت. تمام جدا جدا، دي الريتيرنينج فاليو. مثال بسيط، تعالوا نعمل مثال بسيط. هنعمل مثلا فانكشن بتاخد 2 بارامتر، الاسم والعمر، وتطبع لي مثلا النتيجه دي على الشاشه. هقول له فانكشن، استخدم كله مع بعض، الارجيومنت والبارامتر والريتيرن وكل حاجه مع بعض. طيب وكمان الديفولت فاليو. ادي فانكشن هنسميها اسم معين وليكن اسمه ريتيرن او بيرسون مثلا شخص. وخلي بالك معلومه هنقولها كمان شويه، البيرسون اهو بياخد 2 بارامتر، اول بارامتر حاجه اسمها النيم، وتاني بارامتر حاجه اسمها الايدج، وياخد مثلا ديفولت فاليو، مثلا الايدج ديفولت مثلا بيساوي 20 مثلا، في حاله ان انت ما اديتش للشخص ده عمر معين. طيب هقول له ريتيرن سترينج معين، نيم از، وكونكاتينيت بالدوت طبعا النيم ده، كونكاتينيشن تاني مع اند ذا ايدج از، والايدج بتاعنا ده. تمام جدا. عايز بقى اطبع النتيجه دي، فخلاص انده اسم الفانكشن بيرسون اهو، وبعت لها النيم وليكن حمزه، والديفولت، ولو ما بعتش حاجه تانية هيستخدم الايدج ده اللي هو 20 الديفولت فاليو، لكن انا هبعت الايدج بتاعي اهو 22. طيب هل حاجه هتظهر؟ لا. ليه؟ لان دي كلمه ريتيرن، فلازم تعمل ايكو او برنت. فانا هقول له ايكو، هسيف واعمل ريلود، كتب لي اهو نيم از حمزه اند ذا ايدج از 22. طب لو شلت الايدج من هنا بقى هيعمل لي ايه؟ اند الايدج از 20 عشان استخدم الديفولت فاليو. طب لو شلت الديفولت فاليو طبعا هيجيب لي ايرور. ليه؟ عشان هيقول لي انت مستخدم 2 بارامتر، او انت مستخدم ميسنج ارجيومنت 2 فور ذا بيرسون، انت ناسي ان تبعت الايدج بتاعك في وانت بتبدا اسم الفانكشن، فعشان كده بيستخدموا الديفولت ارجيومنت، عشان مش لازم ابعت، يعني في حاله ان انت ما بعتش فيستخدم الطبيعي اللي عنده او الديفولت اللي عنده. اهو هنرجع تاني نعمل روت، فاشتغلت الفانكشن عادي جدا. طيب حلو جدا. كنت عايز تقول معلومه ايه بقى؟ كنت عايز اقول لك هل لو كتبت كده بيرسون مثلا كده وسيفت وعملت ريلود حصل حاجه؟ هل اسم الفانكشن ده هو الاسم الفانكشن ده؟ لا، بس اشتغلت عادي. قال له عشان دول عادي نوت كيس سنسيتيف، يعني انت لو كتبت بيرسون هنا وكتبت حرف كابيتال هنا او حرف اسمه هنا مش تفرق عادي، المهم يكون نفس الاسم ما تزودش حرف، يعني المهم يكون نفس الاسم مش تفرق بقى حرف هنا كابيتال حرف هنا اسمه، مش هتفرق الفانكشن لما تيجي بتسميها عادي نوت كيس سنسيتيف، يعني مش هيفرق ده كابيتال ده سمول الاثنين واحد. ما ينفعش طبعا اسمي فانكشن برقم مثلا، لا ما ينفعش. والفانكشن ممكن تسميها اسم او تبدا باندر سكور او تسميها كده، من عادي جدا اهو هتشتغل عادي جدا اهو. كان نوت ريبليس اندر سكور اهو، ممكن مثلا 2 اندر سكور كده اهو شغال عادي
يعني كان ممكن تبدأ باندر سكور بس مش اندر سكور بس، يعني ممكن تبدأ كده تيست مثلا فانكشن اسمها كده اهو شغال عادي مفيش اي مشكلة، لكن ما تبدأش برقم، ما تبدأش الفانكشن برقم. اتمنى يكون الفيديو واضح كده، فهمنا يعني ايه فانكشن ويعني ايه فانكشن ارجيومنت ويعني ايه ديفولت ارجيومنت ويعني ايه ريتيرن فاليو، وخدنا مثال ووضحنا الدنيا تمام جدا. يا رب يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.